التلسين ديال الباربا و خيزة باربا غير الباربا وخيزة وشوية الليمون وتتصدعيني بهذيك الطحانة انتي مع المغرب برررر فررر تتنفخي لي دماغي كنت صدعك بهذي اه يوم اللي تطلق انت لامول لامول ولا سميتو سميتو لامول لامول لكن تمشي تقولي لي لامور اشي لامور اه لامول ملي تطلق اخويا لامول لامول وتتبدا عندها كي تقولي لامور ماشي لامور تتبدا عند راسي بفر ما تفر ديك الساعة مزيان وانتي ما كتنبخيليش راسي بيني وبينك دابا وصايم مازال انا بعدا ما كتكونيش صايمة ياه على هذا مرض عشتي عشتي ديك هذيك اللي قلت لك كتزنزن هي هذيك دايره كدوز حداك هي هذيك يا دابا هضر معاك شي واحد غير ديك الزنزانه انا راه تنسمعها ودابا الكاس عنده هذا وما عرفتش علاش تيزن علي ما فهمتش بغى يزنزنك بغى يحرك ديك الدبانه ديال امه اللي تتصفر دابا المغرب قربات اه دابا غادي ندير هكا الله يثبتنا على الشهاده هكا اه شوفوا هادي عاود واش تصدق صدقات ما كاينش العكاس لا ما قربات المغرب مازال ما حطيت حتى حاجه فوق الطبله ايوا اخوتي ما عليكش ما عليكش اخوتي ما عليكش ما عليكش باش نشرش امك الا ما طحتش على الفطور مع المغرب اليوم اليوم نفطروا انا وياك في الدروج مازال قال لك باغي شنو باغي شنو قلتي باغي شنو قلتي باغي خيزو الباربي مازال قال لك باغي خيزو الباربا صافي ما ديريهم لي صاوج بلاش الا كانوا غير هما اللي غيديروا لك الروطار ما ديريهم لي اختي انا ما بغيتهمش خيزو الباربا انا عطيني غير زلافه ديال الحريره وبغريره بارك عيا وجوج تمرات وكاز الحليب انا هبط نجيب التمر نسيت ايوا دابا المغرب غادي يودن عليا في الدروج راه مازال وانت قلتي المغرب غادي ايوا بالنسبه ليا انا راه مازال ما حطيت والو انت غتهبط وتطلع غتودن عليك المغرب اه ثم قول اخوتي تشوف فيكم ما كتقدرش تشوف فيكم علاش اذا شفت فيكم انا اخوتي انا تتزنزن عند الدبانه انا مزيناتي انا مزيناتك تبارك الله عليك ما شاء الله الله يحفظك خمسة وخميس والله الا كيتعدى عليا انتم اخوتي وجدت كلشي وجدت له بغرير قال لك بغى بغرير ها انتوما بغرير انا بغرير انتوما كنبغيهم مدهونين ها هما انا اختي ما دهنيش والله مشيتي انا دابا ماشي ما كنبغيهمش مدهونين شنو ما كتقول اقتصاد تقشوف تقشوف ها كنقول لك شنو ناكل انا خليت تاكلوا المراه والدراري واخا تبيا ما دير في التقشوف دابا كتزقرم على راسك باش ناكلو حنا اه ويتك 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 على عبد الحق قداش قلتي لي واش غادي ندير اختي الله حتى الماكله يا خويا ما معكش لا الله اختي لا تنسنح في راسك والله يا خويا تا كتشبعوا تا شي طاكسي موراكم عاد كنوض كناكل والله يا خويا حتى الماكله يا ما تفكر فينا خويا اسامه خلي لي معاك شي رنب حتى الصريط هانتوما خوتي هانتوما هانتوما شنو هذاك الشيء كاوكاو باللوز ولا شنو هذا قرملو قرملو ها انتم لا تقولوا ما حداش اه هاد العصير نديرو في الثلاجه الثلاجه باش نقرب هاد الشويه اللي بقى واخا كنت دايره داك انا راني دايره لكم البيتزا ولكن بيتزارو هادي قرنونش هادي مخمره شوف المهم البيتزا ديالنا حنا كنفرحوا بها شوف شغلنا هذاك مخمره شغلنا ما شغل حد لا والله خوتي تا زوين راه ملي بدا رمضان كندير لهم البيتزا وتنفرحوا عرفتي انا بعدا ما كتعجبنيش بيني وبينكم كناكل غير هذاك الطرف ديالي كناكلو حشومه عليك الطرف ديالي كناكلو والله حشومه عليك هانتوما خوتي شوف 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 وما أدرك ما تقشوف المهم المشاركة المهم المشاركة المهم درنا البيتزا المهم غير كنقولوا لها ديري لنا شي حاجة كتقول لك حنا أنا غادي نديرها لكم بطريقتي طريقة اقتصادية والله إلا طريقة اقتصادية وسهلة وماهلة والمكونات بعد البيتزا شنو فيها بصيلة وشوية دجاج مقطعه دجاج خلاص هزيتو من الثلاجه قطعتو الصدر صافي وميطيش هاد الحك ما درتش انا هذيك الماطيشه ديال البيتزا لا درت ماطيشه ديال الحريره انا هبط انا نهز مع امين ماطيشه ديال الحريره يا الخوت ايوا نزيدو نعمرو الطبسيل الاخر على ثاني
وها حنا وها حنا. المهم اخوتي قبلوا راه الضيق 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 الخوت الضيق في القلب الضيق والحريق. ايوا كي بقيتوا الخوت مع الصيام شغل هما هذاك. شوف كل واحد يديها في راسو شغلنا حنا، اللي بغى يبقى يبقى اللي بغى يجلس يجلس. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. شو اخوتي يبقاو كيف ما بغيتوا تبقاو. شكون هذا حتى يدوز رمضان دابا واش تكون مبروكه وانتم دابا كلها وراسو وتا المور المغرب دابا مع راسو. كل عام لي مع دماغو وكل واحد الله يعاونو. اكي اختي شتي هكا ولا نمشي ها بغرير ديالنا واخا اخوتي. شوف هاد بغرير بروفيسيونيل، عرفتي باش دايره هاد بغرير؟ مواد اقتصادية. شوية ديال الطحين، شوية ديال السميدة، شوية ديال شنو اخر غير الطحين والسميدة والفينو خلطات. لقاش كيقولوا لها ديري غير بالسميدة، والسميدة خوتي 9 دراهم ولا ما عرفتش شحال الكيلو. وحنا تنديروا شوية ديال الاقتصاد، شوية السميدة، شوية ديال الطحين، شوية شوي شنشوي. ولكن اخوتي هذا المدهون انا ما عنديش ما تدهنوا. شوف بغرير كوفيتير الزبدة وتا والله الا حشومة الضياع هذا اخوتي. انا والله ما تنبغي هاد الشيء. انا نمشي نجيب التمر شتي هكا. شو اخوتي كل واحد راه خيرو في دارو والله العظيم. الى الفطور بسيط جدا وكنضحكو ودراو شو مازال خلاص الطاجين. خلاص الطاجين هذاك هذاك بروفيسيونيل الطاجين هو الأكلة الشعبية ديالنا. هاد الشيء كامل كيبقى غير زايد ناقص. أنا راه خصني نلعب لعبي. الأكلة المفضلة عند الأولاد اللعب صحيح وما أتي أنا كتعجبني هادي. هادي هي الأكلة ديالي المفضلة تينا. داك الشيء كامل مو بغرير واتاي وما هاد الشيء كامل. هاد لي زوبسيون غير كتبغي حنا نزيدهم لنا وصافي. وما أنا كنقول لها ديري لنا كوكوت ديال الحريرة بريق ديال القهوة سلو ولعب لعبك. عرفتو الخوت مولفة كندير لهم جوج بيتزات بحال هادو. شدي اختي شدي نمشي نطلع على الصقع. اليوم درت لهم درت وحدة غيوقع خطوف يا خوتي على هاد البيتزا. مولفة كندير جوج كيبقى تما غير محطوط. ايوا اليوم ملي درت هاد غير وحدة. ايوا خوتي وما حضركم ما حضركم اش غيوقع. عصر عصر وحنا درنا فين درت المغطايه. هادشي باش تلقى الزنزن ثاني. ها قلت لك انا الدبانه عندك كتزنزن وتا تقولي لي لا واه كدا ما در. دابا غير ما نلقى شي حاجه الدبانه كتزنزن. دا هي اللي تدوخك. مالك انت داير هكا؟ بغيت غير التليفون لي. ها هو الصداع اللي ما تنحملش انا شتي. ها هو العصير غير المغرب تودن هاد الخبز تاع مسالي وعاد مغسول ما يضيعش. باش يضيع كيفاش درتي له الماء؟ باش يتقسم الحرب والقتال ما يضخ. صبور معدنوس كرافس مطيشه انت انا ديج مع طوي حريره اقتصاديه. كلشي اقتصادي. وانت داير الحريره ها الحريره مطيشه دارتها بينا اخوتي. مطيشه غاليه والله الا درت 4 الحبات بالحساب ديال ويلي 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 بزاف احان وراه قليل. واغي خليها اختي اذا صفرات احمرات تحتك تحمريها غير خليها صفراء ماشي على الحموره.
ديال الاخرى هذا الكونسير ديال الطاسه واخا هذيك ضروري دير شويه ديال الحب. اش من ضروري؟ شوف الناس راه ولاو كياكلوا غير البعض، غير حاجه المعلبه. نتوما ديروا لنا الطناجر هنا، بحال دابا بنادم ياكل جوج حبات ديال فيتامين دي، فيتامين سي، فيتامينات كاملين، وينو دين عاد ما يشرب لا حريره لا والو. صافي وانت ناض. الحريره هي كلشي. ويلي الحريره هي اللي حرحرتنا، ني تولينا بحال حرين. تضرباتنا الحريره هي الاساس، ضربات المغرب العين. تا ولا مطيشه غاليه، بطاطا غاليه، كنا كنضربوهم غير بالركل، دابا ولينا كندوزو حنا وكنعطيوهم السلام. فين وليتي بعدا تقدر تدوز معاهم؟ ما تقدرش. ايوا الحمد لله، ربي كبير، كلشي في يد الله. الصحه والراحه خوتي. صحه فطوركم وبسلامة عليكم. تبعني دير بوز. دير بارد بالليل ولا شهر وصافي؟ المغرب أدنى تالخوت، الله أكبر كبيرة، رحمتك واسعة وكثيرة. إيوا المغرب أدنات، حنا غادي نفطرو دابا. الولد راه تياكل، أمل راه شادة يديها، كل يا أمل. يا الله تبارك الله عليكم الخوت، وبالصحة فطوركم. وشوفوا شوفوا، بغيت نصور لكم القرع ساعة غادي نشد معاه الولد، داكشي علاش مبغيتش نصور. مبغيتش نصور، مبغيتش انا نبان. يا خوتي تبقاو على خير، تحياتي ليكم ولهلا يخطيكم، وتبارك الله عليكم وصحة فطوركم.